انا بقالين 11 سنه، وان شاء الله المزرعه دي من اول شجره زرعت فيها لحد اخر شجره ان شاء الله. والله شغال في مزرعه حاليه، بنحاول يطلع شغل حضرتك. كانت قبل صفرة زي دي كده بدأنا نخضر فيها. نصحى من النوم الصبح بندور ميه الاول، بنسقي اللي احنا عايزين نسقيه، وبعد كده بنشوف اللي هي الحشائش والامراض، اذا كان في امراض او مقاومه رش كده في الكلام ده. الصبح طبعا بنروي بنسمد، اذا كان في رش بنرش نظافه. الري طبعا يومين ويوم، احنا بنحافظ على استهلاك الميه برضه عشان الميه هنا قليله، وبنحافظ على الميه. حضرتك عندك تفاح وعندك خوخ وعندك تين برشومي ورمان والمانجا. المانجا اللي هنا مانجا نعومي، وفي اصناف من الاصناف المحلي مزروعه وحديها، زي المحبس الاولاني ده مع مزروع مثلا مانجا عويس وفونس وصديق. يعني عندك اول خط بطيخ، وتاني خط عندك فلفل وقرع عسل